صباح النور، مرحبا بكم. اليوم توفى البطولة بصفة رسمية، اليوم آخر جولة من جولات البلاي أوف، اليوم آخر الأسرار اللي تبوح بها بطولة تونس بعد ما تعرفنا على البطل بصفة رسمية النجم رياض الساحلي. نقول ألف مبروك مرة أخرى وبرافو لملاعبيته ولطار الفني لطار الإداري، الناس الكل ساهمت في نجاح الفريق هذا والتتويج رقم 11 في تاريخ النجم رياض الساحلي، تتويج اللي غاب من عام 2015-2016. الموسم هذاك النجم رياض الساحلي هز البطولة الموسم هذا قبل جولة من نهاية اليوم الجولة الأخيرة، دونك تكون جولة احتفالية وإلا مقابلة احتفالية بالنسبة للنجم رياض الساحلي وجماهيره في سوسة قدام الأولمبي البيجي. باش يرجع اليوم ياسين الشيخاوي تكون موجود يشارك لبعض الوقت المقابلة كتكريم للاعب هذا والمجهودات نتاعو مع الفريق، ولأنه كما قلنا قبيلة في دينيوت كرونو ياسين الشيخاوي ممكن برشا باش يكمل عام آخر مع النجم رياض الساحلي، شكون موجود الموسم القادم. زاد بعد المقابلة فما رمز البطولة، رمز البطولة باش يتم تسليمه للنجم رياض الساحلي، ومن بعدها يطلعوا الملاعبية في البيوس، كان هي حافلة مكشوفة باش تدور في سوسة بين الجماهير احتفالا بالتيتر هذا. كما قلنا الكوب زاد ورمز الكاس شكون موجود مع الأولمبي البيجي اللي باش يحتفل بالكاس نتاعو في ملعب سوسة في حضور بعض الجماهير نتاعو. حكم المقابلة نتاع اليوم هو خالد قويدر، وحكم الفار هو مراد الجربي. مقابلة النجم رياض الساحلي الأولمبي البيجي آخر مقابلة ولا آخر جولة من جولات البلاي أوف اليوم تتلعب الأربعة ونص وتتعدى على قناة الكأس القطرية. مقابلة أخرى زادة تتلعب وتتعدى على قناة الكأس القطرية نفس التوقيت الأربعة ونص، مقابلة الاتحاد المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي. مقابلة تتلعب في بن جنات، حكم الساحة هو السربي نوفاك سيموفيتش، نفس الحكم اللي كان موجود وزفر مقابلة الديربي الأخير بين الترجي والنادي الإفريقي. حكم الفار هو دراغان بوغيتشيفيتش، هذوما زوز حكام الموجودين في طاقم تحكيم كامل أجنبي يدير المقابلة متاع الاتحاد المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي. مقابلة مهمة خاصة للاتحاد المنستيري، مهمة للاتحاد المنستيري اللي إذا كان يجيب الربح وثلاثة نقاط ما يتلفت حتى مقابلة أخرى، مقابلة الترجي والنادي الإفريقي ديركتومون يتأكد من تواجده في المركز الثاني والمشاركة في الشامبيونز ليغ الإفريقية الموسم القادم. كما قلنا مقابلة الاتحاد المنستيري نادي الصفاقسي مقابلة تتعدى على قناة الكأس القطرية. جوج مقابلات أخرى تتعدى نفس التوقيت وحوار غير مباشر نجم نقولوا بين النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التونسي. زاد والاتحاد المنستيري معنيين ثلاثة فرق قادومة بالمركز الثاني، تم بعد نعطيكم الترتيب والوضعية. جوج مقابلات الأخرين النادي الإفريقي اتحاد بن قردان اتحاد تطاوين الترجي الرياضي التونسي مش تعداو في قناة الكاس، جوج يبداو الأربعة ونص. النادي الإفريقي مع اتحاد بن قردان مقابلة في رادس، الحكم هو جلال السحباني، حكم الفار هي دورصاف الجنواتي. آخر ماتش لصابر خليفة مريول للنادي الافريقي باش يكون تكريم صابر بعد 9 سنين في الكلوب. النادي الافريقي يستحق انتصار وعثرت الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التونسي باش يكمل الثاني في الترتيب. اتحاد تطاوين هو اللي باش يستقبل الترجي الرياضي التونسي في تطاوين، الترجي يلزمه يربح المقابله نتاعو ويستنى عثره الاتحاد المنستيري، اذا ربح ما يتلفتش مقابله النادي الافريقي واتحاد بن قردان. دونك اتحاد تطاوين في ملعب المرحوم نجيب الخطاب يستقبل الترجي الرياضي التونسي 4:30 نتاع العشيه، حكم الساحة وأسامة رزقلة، وحكم الفار هو أمير العيادي. نجم يكون زادة آخر ماتش ممكن للهوني مع الترجي الرياضي التونسي، لكن مؤكد باش يكون آخر ماتش لمحمد علي بن رمضان مع الترجي قبل الرحيل نحو البطولة المجرية، وكوليبالي قبل الرحيل نحو البطولة القطرية. ترتيب الفرق قبل مقابلة اليوم قبل آخر جولة، النجم رياض الساحلي بطل الموسم عنده 31 نقطة بعيد 6 نقاط على الاتحاد المنستيري. ولهنا باش نبداو نحكيو على حسابات المركز الثاني، الاتحاد المنستيري ترجي كل فريق عنده 25 نقطة، النادي الإفريقي عنده 24 نقطة بعيد نقطة على الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التونسي. دونك كما قلنا قبيلة الاتحاد المنستيري إذا كان يربح يكمل الثاني دوفيس ما يتلفتش للمقابلات الأخرى، بما أنه حتى على مستوى المواجهات المباشرة إذا كمل متعادل على مستوى النقاط مع الترجي عنده الأفضلية قدام الترجي. النادي الإفريقي كما قلنا 24 نقطة يلزم يربح مقابلته ويستنى عثرة الاتحاد والترجي، الترجي إذا كان يحب يكمل الثاني يربح مقابلته ويستنى عثرة الاتحاد المنستيري أمام النادي الرياضي الصفاقسي. اتحاد بن قردان في المركز الخامس عنده 21 نقطة، بعده السي اس اس في المركز السادس ب 17 نقطة، والأولمبي البيجي عنده 16 نقطة في المركز قبل الأخير. اتحاد تطاوين عنده 4 نقاط مربح حتى مقابلة من بداية البلاي أوف.
الإدارة والهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي في بلاغ لها البارح أعلنت أنه موعد الجلسة العامة الانتخابية الجديدة للفريق باش يكون نهار الجمعة 14 جويلية اللي جاي في مقر الجمعية في المتلوي، وآخر موعد لتقديم الترشحات لرئاسة النجم المتلوي هو نهار الأربعاء 12 جويلية. نكملوا بالكرة في مصر بما أنه عندنا ملاعبية توينس نحكيوا عليهم، نحكيوا على الجولة 32 من البطولة المصرية وانتصار جديد للأهلي اللي يزيد يقدم به في سباق التتويج نحو لقب جديد نحو بطولة جديدة في موسم 2022-2023. الانتصار متاع الأهلي المرة هذه جاء قدام نادي بنك الأهلي 3-0، مقابلة لعب فيها الضاوي كريستو ولعب فيها زادة علي معلول. علي معلول كان مركة هدف مخالفة مباشرة ممتازة، هدف أول في دقيقة 18 بعد عمل أسيست تمريرة حاسمة بالنسبة للهدف الثاني للفريق الأهلي في مقابلة البارح. وإذا كان نحكي على محمد الضاوي وكريستو البارح دخل شارك موجود من الدقيقة 79، دخل في بلاست تو كان موجود في بلاست تو كان مركز ما مركز لكن عدى درجين بهين حتى على مستوى المورال حتى مستوى الريتم، نجم يدخل في الريتم كريستو مع الأهلي المصري. الأهلي ينقصوه 6 مقابلات حتى التو بخلاف أنه 6 مقابلات ينقصوه يديمه موجود في الصدارة بعيد نقطة على الثاني بيراميدز عنده 68 نقطة. الأهلي يعني بالستة ماتشوات اللي ينقصوه النجم نقول أنه قريب برشا من تحقيق بطولة جديدة، بطولة مصرية تنضاف للتاريخ وللخزينة متاع النادي. الإسماعيلي المصري فريق مصري آخر نحكيه لهنا على فريق مصري ممنوع من الانتداب لمدة 3 فترات متتالية إلى حين خلاص مستحقات المدافع التونسي نور الزمان الزموري لاعب النادي الرياضي الإصفاقسي. نور الزمان الزموري عنده قضية ديجا مع الإسماعيلي المصري يربحها حسب المحكمة الرياضية الدولية، دونك الفريق المصري حتى 3 فترات متتالية من نجمش ينتدب حتى يخلص 700,000 دولار لنور الزمان الزموري. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net.